نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم. وطبعا الوعي بالمرض والعلاج المبكر بيقي من كثير من المخاطر. احنا بنتكلم وبنقول ان شهر فبراير هو الشهر الخاص بالتوعية بمرض السرطان. ربنا يحمي الجميع ويبعد الشر عن الجميع، لكن دايما التوعية مهمة جدا. النهاردة بيسعدنا ان احنا نتكلم على حملة تم اطلاقها ومستمرة لمدة 3 سنين من 2019 وحتى عام 2021، والحملة بتستهدف توعية لأكبر عدد من المواطنين من مخاطر الإصابة بمرض السرطان. تفاصيل أكتر من خلال لقائنا مع حضراتكم وضيفتنا النهاردة الأستاذة بسمة وهدان عرفة، حاصلة على درجة ماجستير في مجال نشر الوعي والتوعية الصحية بمرض السرطان. صباح الخير. صباح النور. وأهلا بحضرتك. أهلا معنا. بحضرتك يا حمد. نتكلم على الحملة المستهدف إجراءها على مدار 3 سنين. طيب. وطبعا العدد المستهدف من السادة المواطنين. طيب. الأول هقول لك إن أنا كنت الأول مريض بالسرطان، ومن هنا جت فكرة إن أنا أعمل رسالة عن التوعية الصحية بمرض السرطان، ودي أول رسالة بتهتم بمجال نشر التوعية بمرض السرطان. احنا عندنا فقر في الوعي المعلوماتي الصحي او قصور، بمعنى ايه؟ مش كل افراد المجتمع عندهم نفس الثقافه ودرجه الوعي بالمرض نفسه، بدليل ان في ناس لما بيتم تشخيصها بمرض السرطان المعتقد الخاطئ عنهم او الشائع ان مرض السرطان هو مرض الموت. لا، مرض السرطان مرض ليه علاج وممكن يتم الشفاء منه اذا تم اكتشافه في المراحل المبكره، سواء المرحله الاولى او الثانيه او الثالثه، بس ده بيرجع لضروره الكشف المبكر. الكشف المبكر بيسهل عليك ان انت بتكتشفي المرض في مرحله مبكره، وبالتالي بيقلل من فتره العلاج، فبالتالي نسبه الشفاء بتبقى اعلى من الاكتشاف في مرحله متاخره. تاني حاجه ان مرض السرطان من امراض المعديه. لا، مرض السرطان هو يعني السرطان نفسه هو عباره عن خلايا، الخلايا دي موجوده في جسمنا بيحصل لها طفرات جينيه بناء عليه بتتكون الخلايا السرطانيه. هو ولا فيروس ولا بكتيريا، فبالتالي هو مش من الامراض المعديه. اثناء لما كنت بعمل استبيان على مجتمع الدراسه عندي او اللي هو مجتمع مرضى السرطان والمتعافين وافراد المجتمع الطبيعيين، لقيت ان الناس بتقول لك لا انا بخاف اتعامل مع مريض السرطان لان مريضه ممكن اتعدي. لا، المعلومات يعني في كمان بعض المعلومات الخاطئه. خاطئه، وهي دي كانت الاساس، ان المعلومات خاطئه، وللاسف المعلومات دي هي الشائعه. طب ليه بتخاف منه؟ اصله معدي. لا، مرض السرطان مش معدي، هو ولا فيروس ولا بكتيريا، هو بتبقى خلايا في الجسم بيتم علاجها على حسب بروتوكول العلاج اللي بيحدده الطبيب المعالج او لجنه الاورام. ثالث حاجه بقى، ان من ضمن السلبيات اللي بنشوفها ان المجتمع بتاعنا ما عندهوش ثقافه ازاي يتعامل مع مريض السرطان. مريض السرطان بيبقى عنده مشاكل كتير جدا، في مشاكل اجتماعيه، في مشاكل نفسيه، في مشاكل ماديه ومشاكل صحيه. المشاكل الاجتماعيه ان المجتمع نفسه يعني بيشوف ان مريض السرطان بقى عبء عليه او ثقل او مش كفايه عليهم ضغوط الحياه، لا ضغوط من المرض كمان. فبيحصل كان اللي كان بيتم رؤيته يعني ان اغلبيه الاسر بيحصل هدم فيها، يعني يا اما الزوج بيتخلى عن الزوجه او الزوجه بتتخلى عن الزوج، بيحصل انفصال اسري. من المشاكل الاجتماعيه الثانيه ان في ناس بتبقى عندها شغل خاص، فاذا كان المرض مر فعلاجه اصعب وامر بكتير. ليه؟ انت بتاخدها بروتوكول علاج كيميائي، بروتوكول علاج اشعاعي، بروتوكول في جراحه، في كمان علاج موجه. ده بيأثر على صحة الإنسان، يعني بيأثر على قدراته في العمل. فالناس اللي بتشتغل في شغل خاص بتضطر إن هي تاخد أجازة، تاخد أجازة. طب أنت هتاخد أجازة دلوقتي، بعد ما هياخد أجازة ده هيعود إن بيبقى في قصور مادي، طب أنا هقدر أكمل علاجي إزاي؟ وخاصة إن إحنا بنناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن يبقى المرضى السرطان حقوق في الدولة. ايه هو حقيقتهم في العمل، حقيقتهم في العلاج مره اخرى، لان من ضمن السلبيات اللي بنقابلها ان الدوله بتكفل العلاج للمريض مره واحده بس، يعني لكن طبعا المرض فيه يعني امكانيه ان هو يعود مره ثانيه. طبعا هي من ضمن الحاجات اللي معموله جميله قوي اللي هي حمله الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بس دي للسيدات فقط، وحمله الكشف المبكر عن فيروس سي، لان فيروس سي من الحاجات اللي بتسبب سرطان الكبد. بس مش كفايه، لان احنا عندنا اكتر من 200 نوع من انواع السرطانات، واللي بيختلط تشخيصهم مع تشخيص امراض اخرى. يعني في ناس بتكتشف المرض في مرحله متاخره بسبب ان هي اتشخصت خطا
بدل اكتر فتره كبيره جدا، وده اللي انا لاحظته كانت اكتر من نسبه 50% من الحالات تم تشخيصها غلط، فاكتشفوا المرض في مرحله متاخره، فاكتشفوا المرحله الثالثه مثلا. هل في اعراض كومن للناس كلها؟ لا، كل انا اقول اقدر اقول لك ايه اخطر انواع السرطانات. يعني اول حاجه من اخطر اللي بيتم اكتشافها مبكرا واللي بتبقى نسبه الوفاه فيها عاليه سرطان البنكرياس، ده اخطر انواع السرطان وده رابع سبب للوفاه على مستوى العالم. تاني حاجه سرطان الرئه، وده بيبقى سببه طبعا التدخين، التعرض للادخنه الضاره، الحاجات اللي فيها كربون. والتدخين مش مقصود بيها الشخص المدخن بس، الاريا نفسها اللي موجود فيها ناس كمان بتستقبل التدخين السلبي. تالت حاجة سرطان الثدي، ودوت الأكثر شيوعا على مستوى العالم في السيدات، يعني بيحتل تقريبا حوالي أكتر من 75% من السيدات معرضين للإصابة بسرطان الثدي على اختلاف الفئات العمرية بتاعتهم. رابع حاجة سرطان القولون، ده برضو من أخطر أنواع السرطانات واللي بيبقى اكتشافها صعب شوية. والغريب بقى اللي ما عندناش وعي بيه سرطان البروستات، بس ده بالنسبه للرجال. ده من اكثر انتشارا دلوقتي، بيعادل سرطان الثدي بالنسبه للسيدات. امراض المخ، ودي اكثر شيوعا في الاطفال. بس هي ديت التشخيصات بتاعتها، لكن الفكره ان احنا ندرس وعي ليه او اهتم بنشر التوعيه ليه، لان السرطان اصبح رابع سبب للوفاه على مستوى العالم، وتاني سبب تاني سبب للوفاة على مستوى العالم، ورابع سبب للوفاة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بعد أمراض القلب. بس أعتقد إنه ما زال الأطباء ليهم وجهة نظر إنه نسب انتشار مرض السرطان عندنا هنا في مصر مقارنة بدول أخرى يعني ما يعتبرش رقم كبير. يعني أقصد في أوروبا وفي أمريكا وفي أماكن تانية نسب الإصابة بيه أعلى بكتير جدا مقارنة بعندنا هنا في مصر. هو انا هقول لك على حاجه، هو الاحصائيات العالميه اللي حسب ما اصدرتها منظمه الصحه العالميه قالت ان في زياده في نسبه انتشار المرض الفتره القادمه بنسبه قد ايه؟ 3 اضعاف. 3 اضعاف دي هتبقى على مستوى العالم. بالنسبه السرطان اصبح سبب تاني للوفاه على مستوى العالم، وبالنسبه لنا احنا الشرق الاوسط فتعتبر احنا نسبتنا برضو ارحم بكتير. بس احنا خلينا نقول ايه الحاجات اللي احنا ايه هي اصلا مسببات السرطان. يعني في عوامل وراثيه، ودي بتبقى في بعض الاورام زي اورام من سرطان الثدي، وفي عوامل احنا بقت بالنسبه لنا لايف ستايل واحنا مش عارفين، زي مثلا في الاكل مثلا طريقه الاكل. احنا بناخد الحاجات الاطفال ولادنا على طول اللي هي السوسيس البرجر وكل الحاجات دي مقليات، الحاجات دي كلها مفعله مضره. ليه؟ لان الزيوت اللي معموله فيها مهدرجه بدل المره اتنين، وبتبقى محتويه على ماده اسمها الكربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد ديت اللي هي ماده بتزود الاكسده في الجسم، فبتساعد على تكوين الخلايا السرطانيه وزياده سرعه انتشار. طيب انا لما هاجي اعمل ايه؟ طب انا اخدت حاجات كربون دايوكسيد وباخدها كل يوم، والناس كل يوم بتصحى الصبح بتاخد حاجات مقليه وسندوتشات من الشارع. لا، انا هاخد حاجه بقى تعادل الحاجه الدايوكسيد دي، يبقى حاجه اندايوكسيد. زي ايه؟ الليمون، ده حاجة بسيطة جدا من الحاجات الانتي اوكسيدنت مضادة للاكسدة وحلوة جدا. مثلا كوباية شاي حتى هي حلوة اصلا للصحة، وبعدها بشوية بعد ما تهدى تقوم جاي حاطين ليمون، يبقى انا اخدت قيمة غذائية عالية ساعدت على زيادة الحرق، اتخلصت من الخلايا المؤكسدة اللي موجودة في الجسم. كتير من الابحاث قريتها ان الليمون ليه فوائد كبيره جدا، واحنا ممكن في بعض الاحيان بنجهلها تماما. منها زي ما حضرتك ذكرت، ده يعني هو ده ابسط حاجه ورخيص وموجود متوفر وهيبقى يعني الناس كلها تقدر تستخدمه. مش الفراوله، عصير الفراوله، الفراوله من الحاجات الانتي اوكسيدنت، الكيوي، الفاكهه اسمها الافوكادو، الحاجات دي بتديكوا قيمه غذائيه وفي نفس الوقت بتساعد على التخلص من الخلايا المؤكسده اللي موجوده في الجسم. بلس بقى ان احنا نمشي، الرياضه، احنا جسمنا بيكون كل يوم الاف الخلايا السرطانيه. المشي مع يعني مش هقول لك لازم كل الناس تروح جيم او مش كل الناس تمشي في التراك، يتحركوا ولو هينزلوا مثلا مشوار ياخدوها مشي نص ساعه او ساعه. هم اولا حسنوا الحاله المزاجيه لنفسهم، لان المشي بيساعد على تخلص من الطاقه السلبيه. اتنين، جددوا الخلايا بتاعه الجسم وتخلصوا من الخلايا السلبيه اللي موجوده اللي ممكن تبقى مع الوقت تراكمها بيساعد على خلل في الخلايا اللي موجوده فبتبدا تتكون اورام. طيب الحمله التوعويه اللي بداتوها ومستمره على مدار 3 سنين، خطط تنفيذها ازاي؟
احنا بنعمل دلوقتي ندوات ومحاضرات في جميع الاماكن. بنبدا بال مثلا دور الايتام، دور المسنين، لان الناس ديت ما عندهمش ثقافه يعني ايه وعي صحي، يعني ايه سرطان. الاطفال دول بيبقوا محتاجين اهتمام رعايه. المسنين كذلك نفس النظام، لانه فوق الستين بتزيد نسبه الاصابه بمرض السرطان. بتبقى المشترك في الحمله دي جمعيه عطاء السماء للتنميه الشامله والمتكامله لدعم ورعايه مرضى السرطان. بتعمل ندوات ومحاضرات في مكتبه مصر العامه، بتعمل ندوات ومحاضرات في 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 المستشفيات زي مستشفى هارمل والقصر العيني ومعهد الاورام. كانوا عاملين مبادره اسمها طاقيه وكوفيه، كنوع من انواع الدعم للاطفال السرطان. في مبادرة تانية اسمها مبادرة بداية جديدة، دي للسيدات المطلقات اللي هي بتعول أطفال كمان. عايزين نقولها إن صحتك ديت مش مسؤوليتك لوحدك، دي مسؤولية، يعني دي مسؤولية كاملة عليكي لأنك أنت في رقبتك أطفال، فصحتك دي أهم حاجة. والفكرة كلها مش سرطان ثدي، لا، في اللي هو سرطان الرحم، في سرطان القولون، لا خلي بالك لازم تعملي متابعة. مش شرط بقى، احنا عندنا للأسف احنا شعب جميل قوي لدرجة وبسيط لدرجة إن احنا أول ما بنتعب أنا تعبت شوية لا هاخد مسكن هبقى كويسة خلاص. طب يعني دكتور آخر مرحلة الواحد بيتوجه ليها؟ الدكتور آخر حاجة بيتمرن، ولازم لما أتوجه لدكتور أتوجه لدكتور متخصص. او لو لقيت ان انا مش واصل لمرحله مش مرتاح مع الطبيب دوت، ابدا بقى اهم حاجه الكشف المبكر عن طريق الاشعه التشخيصيه. اروح لدكتور اشعه، اعمل كشف دوري باستمرار. المراكز الصحيه دلوقتي فيها الحملات ديت وبتهتم كتير، يعني لما اللي هي الحمله بتاع سرطان الثدي بتروح بتعرفك ازاي اعمل فحص ذاتي للثدي، بتقيس نسبه الضغط، نسبه السكر، الوزن، الحاجات دي كلها يعني اعتقد بقت اسهل دلوقتي عن قبل كده. طيب مدى استجابه الناس للحملات التوعويه اللي انتوا بتقوموا بيها وتفاعلهم مع الفكره؟ انا عايزه اقول لك الناس بتستجيب عليها جدا، الناس بتقعد وبتسمع المحاضرات وبيبقى في تفاعل، بيبقى عندهم معلومات مخلوطه معاهم بيبقوا خايفين منها. بيبقى معانا دكاتره واستشاريين متخصصين في المجال ده، وخاصه يعني معانا دكاتره اورام، معانا دكاتره اشعه، معانا دكاتره تغذيه، معانا دكاتره نفسيين، لان احنا بنفتقر الدعم النفسي، وديت اكتر حاجه بنتمنى ان هي تتطبق هنا في مصر، لان بره مصر كل يعني اي مستشفى علاج اورام لازم يتواجد فيها طبيب نفسي، لان الادويه الحاله المعنويه بتتفق. الحاله النفسيه والمعنويه، وللاسف احنا ما عندناش الثقافه دي. احنا بنتعامل لان مريض سرطان بيفقد شعره، شكله بيتغير، بيحصل له نسبه خمول، ما بيبقاش قادر يتحرك، دي كلها مشاكل صحيه قويه جدا. بالتالي مع الوقت الناس بتشوف ان هو بقى عبء عليها، فطب انا هعمل ايه؟ لا، انا المفروض اشجعه، المفروض ابقى جنبه، المفروض ابقى سند ليه، المفروض اشوف ايه الحاجه اللي اقدر ادعمه بيها نفسيا. صح. المشاكل الماديه طبعا بقى، ان الناس اللي ما بتقدرش تتعالج على نفقه الدوله للمره الثانيه بتضطر تتعالج من على حساب نفقتها الشخصيه، وده طبعا بيبقى ضغط او عبء او لود. في حاجه بقى انا قابلتها كتير، ان اغلبيه الناس اللي كانوا بيشتغلوا في مجالات خاصه اضطروا ان هم يسيبوا شغلهم. فاحنا بنناشد سيد رئيس الجمهوريه، واحنا كان المفروض لينا في لجنه الاستماع تبع مجلس النواب حضور، ان احنا يبقى لينا مريضات السرطان او اللي هم تم معافاتهم ان هم يبقى ليهم فرصه في العمل زي اللي هم 5%. ان السرطان ممكن يكون اخذ من جسمهم جزء، لكن ما اخدش من روحهم، ما اخدش من شخصيتهم. انا ممكن استغل الناس دي في ان هي تقدم دعم نفسي للمرضى اللي موجودين في المستشفيات التانية. طبعا اكيد اكيد. يعني انا بتفق تماما مع حضرتك انه الشق النفسي شيء هام جدا، لانه برضو من خلال الابحاث والقراءات انه كل ما الانسان بقى في حاله معنويه جيدة. كل ما كانت روحه المعنويه مرتفعه، كل ما كان عنده طاقه ايجابيه، كل ما بعد عنه اي شيء سلبي ومنها امراض السرطان. كل ما كان جهاز المناعه بتاعه كمان قوي، جهاز المناعه طبعا بيرتفع وكفاءته بتعلى. بس فاحنا دايما نحافظ على الحاجات، نبص للجانب الايجابي. طيب في حاجه تانية انا كنت عايزه الفت الانتباه ليها، ايه هي؟ ان احنا عندنا الحمله اللي احنا قايمين بيها دي هي مقتصره على منطقه القاهره واسكندريه، بس بتمنى ان يبقى في جمعيات او اماكن توفر لنا في جميع المحافظات اماكن نعمل فيها محاضرات وندوات للناس. طبعا لان احنا عندنا التعميم، لان احنا عندنا 27 محافظه، كل محافظه فيها كم قريه، فيها كم مركز، فيها
كم نجع من جوه. الناس دي ما عندهمش الثقافه يعني ايه مرض، يعني ايه سرطان. من ضمن الحاجات اللي كنت بقابلها الناس اللي عند معهد الاورام، ناس بسيطه جدا جايين، ليه احنا جايين ناخد جرعه العلاج؟ ليه؟ اصلا عندي ورم. طب ورم نوعه ايه؟ مش عارف، اصل هو ورم في البطن. طب فين بقى ان انا او همسك المريض افهمه انت في كذا، المفروض يبقى في تغذيه كذا، المفروض ان انت تحافظ على صحتك. لا احنا ما عندناش الثقافه دي. بنتمنى لكم التوفيق، ويعني جهد مشكور طبعا بتقوموا بيه، وبنتمنى كمان الصحه للجميع. شكرا لحضرتك. شكرا لك. اهلا بيكي. اهلا بيكي، فرصه سعيده. نشكر كل الساده المشاهدين تابعونا النهارده، وان شاء الله بكره يتجدد اللقاء مع حضراتكم ومصريين.